أراد الابتعاد عن التدخين تدريجيا عبر استعمال السيجارة الإلكترونية، غير أن المحاولات باءت بالفشل وازداد الإدمان باستعماله السيجارة التقليدية والإلكترونية معا. دخان لقيته عادة في المخ، معناتها حتى تو عندي فاب جست نبدل بها القو شوية، ما ديما نتكيف معناتها طونزونطون نبدل، وسمعت عليها برشا حاجات اللي معناتها تضر ساعات، فما عباد ضرت ترش قتلهم سيرتو بسخانة تويكا، فما عباد ترش قتلهم في فويمهم. وهنا يطرح السؤال عن مكونات السيجارة الإلكترونية وعن الأضرار التي تخلفها لمستعمليها. فيها باتري دقا باش تسخن، وفيها كارتوش اللي فيها سائل، السائل هذايا فيه نيكوتين، مش ديما في مكتر حالات في نيكوتين، ساعة فما دي فورم ما فيهمش نيكوتين، وفيهم دي في ماء فيها الكول، وفي دي زاروم، وفي مكونات كيميائية. السائل هذا الكل يقع تسخينه بالباتري هذية فتخرج بخار. الخاصية متاعه انه فيه مكونات اللي صغيرة برشا، وهنا الخطورة متاعه خاطر المكونات هذو صغيرة برشا تدخل ياسر معناتها في عمق الرئتين. نعرفوا انه كي عرضنا دراسات هذوما صاروا كي تعرض الانسان للبخار نتاع السيجاره الالكترونيه لخلايا الرئتين يعطيو التهابات. الاطفال عنده سيرتو عنده اضرار على المخ، لانه الطفل بريود نتاع الطفوله المخ نتاعو قاعد يتكون بشوي بشوي، ثم كي ياخذ النيكوتين عنده عوامل انه ريتارد ماتوراسيون. عند المراه الحامل هو اللي موجود في اللي تعطيه السيجار العاديه، تعطيه السيجار الالكترونيه مثلا اجهاض مبكر، كي تجي تولد المراه تقطع كرات في الولاده نتاعها، نسبه كبيره من الوفيات عند الولاده. والحل للإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه الالتجاء إلى العيادة المختصة، حيث وفر مستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية 4 عيادات مع وجود كل المستلزمات الضرورية للتخلي تدريجيا عن هذه الآفة بجميع أنواعها التقليدية والعصرية. أنه نجم نستعمل السيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين لمدة معينة، ومن المستحسن تكون مع طبيب باش هكاكا ما تطويلش المده، ونعرفوا سورتو انه فما حاجات اخرين نعملوهم مع السيجارات الالكترونيك كيما نخدموا برشا على الجانب النفسي. دخل الوريك كان الهواء النقي، هذا احسن حاجه، واللي يتكيف احسن حاجه انه يبطل الدخان. لكن تبطيل الدخان ما هوش ديما سهل، يصعب على المدمنين، يصعب على الصغار ويصعب على الكبار، لأن اللي عندهم كمية إدمان كبيرة، فهمت؟ احنا في السيرفيس نتاعنا عندنا عيادات الإقلاع للتدخين. الامتناع والإقلاع عن التدخين وسائل ناجعة للمحافظة على الصحة، خاصة مع تسجيل 36 حالة وفاة يوميا في تونس جراء التدخين وفق وزارة الصحة.